السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم من بيتي على طريقتي دجاج محمر بطعم المطاعم وذوق المطاعم وطريقة المطاعم. يعني الدجاج تحمره خير ما تشريوه. الدجاج لازم يكون يعني من كيلو الى كيلو ونصف باش تكون مدة التعطية بتاعه مش طويلة بزاف. نبدأ على بركة الله نحضروا المكونات والدجاج نتاعنا. لهنا عندي دجاجة حطيتها في مول اللي يدخل للفور، المول تاعي لهنا تاع الزجاج، لهذا انا راح نحطه على جنب ونبدا ندير الخليط اللي راح ندهن به الدجاجة نتاعي، ولا لا مارينات كيما كل واحد كيف يسميها. انا لهنا عندي قطعة تاع زبدة، طرف تاع زبدة ذوبته او قسم غرف تاع ماكلة، نزيد معاه نص حبة تاع قارص، واللي حبت تدير حبة كومبلي تاع قارص يعني ما عندهاش الخل تستعمل القارص ما تستعملش الخل، مع انه الخل يعني ويرطب اللحم. لانا درت مغرف تاع خل. واش ندير معاها؟ ندير معاها ثلاث سنينات تاع ثوم الى خمسة، يعني من ثلاث حبات حتى الخمسة، كل واحد يعني واش درجة يعني قبوله للثوم يدير. لهنا واش عندي؟ عندي نص حبة تاع طماطم ونص حبة تاع بصلة، هادو اللي ندخلهم في الدجاجة، وورقة تاع رند، يعني هادو المكونات اللي لازم يمشيو في الدجاجة لداخل. لهنا نرحي انايا الثوم، وهذوك الطرف اللي يجيو من الفوق ما يترحاوش، نحطهم مع طماطم والبصلة وندخلهم لداخل في الدجاجة. فاش حتى الدجاجة لازم نلوح فيها الثوم، يعني خمس سنينات نقسمهم بين اللي نخلطو في الخليط واللي ندخلو في الدجاجة. كيما تحبو تحبو ديرو زوج هنا وثلاثة لهي ولا العكس. وندير مغرف تاع ماكلة موطارد. انا لهنا المغرف تاعي صغيرة عمرتها دو فوا، وكاين يعني الناس اخوات بزاف اللي يقولوا باللي ما ياكلوش الماكله تاعنا مطارد، نقولهم جربوا ومن بعد احكموا. وندير مغرف ونص تاع ملح، وندير ربع مغارف نتاع زيت الزيتون للناس اللي تاكل الماكله تاع زيت الزيتون، واللي ما يحبش زيت الزيتون يستغنى عليها ويبدلها يدير الزيت العاديه. ربع مغارف ونخلطهم مليح، نزيد لهم شي فلفل كحل. انا لهنا في الفلفل الكحل تاعي شويه خشين مش رقيق على داك، دار لي هاد الحبيبات. نخلطها مليح ونجيب الدجاجه هذيك نتاعي ونخدمها. هادو يدخلوا في الدجاجه الطماطم والبصله والثوم، ونزيد لهم ورقه كبيره تاع رن. هادو اللي نديرهم داخل الدجاجه. انا الزعتر ما عنديش، عندي الزعتر اليابس، واللي عنده الزعتر الورقه تاع بوكي تاع الزعتر احسن واحسن. لهنا الدجاجه نتاعي نخلطها نمسح مليح، واللي يحب يعني ما كانش قد واحد يخدم بيده. انا لهنا يعني صراحه خدمت بالمغرف، ومن بعد ما قدرتش نكمل نخدم خدمت المغرف، لحت يدي في الاخير ودهنتها مليح. نجيب الموس نثقب ندير ثقوب في الصدر باش يدخل له هذا الخليط وفي الفخاب. بعد ما ندهن الدجاجة نتاعي كامل بهذا الخليط ونحشيها ونربطها، نحطها في الفريجيدار. يعني اللي عنده الوقت يقدر يديرها في الليل وغدوة يطيبها، يعني مع الصباح يطيبها للغدا، واللي ما عندهاش الوقت يديرها مع العشية وطيبها في الليل. انا لهنا يعني كم تشوفوا في باين يعني من التصوير باللي راني يعني قبل المغرب شوية فقط بديت نخدم فيها وطيبتها، يعني حطيتها غير نصف ساعة فقط في الفريجيدار وجبت بديت نطيب فيها، يعني طابت لي ساعتين، خذات لي من الوقت ككل ساعتين طابت. يعني كم تشوفوا فيها مش هذيك الحاجة اللي كبيرة باش تشد لي الوقت، طابت جات ما شاء الله. المهم راني كم تشوفوا فيا كيفاه دهنتها مليح. لهنا نلوح يدي يا خياتي، والله ما قدرت نكمل نخدم بالمغرف، يعني ما بغيتش برك. كاين عباد يحبوا يخدموا هذا الخدمه، وكان اللي يجيب حتى البانسو يخدم به، انا نخدم بيدي، والفت نخدم بيدي صراحه. نحكم درك هذوك الخلايا هذوك البصله والطماطم والورقه تاع الرند ندخلهم لداخل.
اللي عندها الخيط اللي تطرح به، ولا عندها الخيط تاع الكوزينة، ولا حتى الخيط اللي نخيطو به، كل واحد واش عنده. المهم نربطو هذا الدجاجة من رجليها برك باش ما يخرجناش هذاك الخليط كي نكونو نقليو فيها من بعد ونقلبو فيها. يعني هذه هي الفكرة برك من هذوك الرجلين على نحكموهم. على هنا انا جبت الالومنيوم، ورق الالومنيوم، وربطتها وحطيتها في الفريجيدار مدة نصف ساعة. ومن بعد رجعت عندها، واش درت؟ جبت مقلة درت فيها مغرف تاع الزيت ومغرف تاع الزبدة يعني، وحطيتها فوق النار وبديت باش نحمرها هي. لأن هاي المقلة تاعي هاي درت فيها مغرف كبيرة تاع الزيت مع قيس مغرف تاع الزبدة كما راكم تشوفوا. كي شتهم ذابوا وبداو يعني غلاو سخنوا، نحط فيهم هذيك الدجاجة تاعي ونقلبها على الجوانب بحيث الطيب لي، مش طيب لي، تاخذ لي واحد اللون هكا اصفر غامق يعني، ماذاك هو اللي يمد لها واحد الطعم اللي نلقاوه في المطاعم كي نروحو ناكلو الدجاج تاع المطعم، ويمد لها من الفوق من البرا تجي كريستيون، ومن الداخل تجي طريه. يعني جربوا هذه الطريقه ان شاء الله، وراح تعتمدوها ديما في طياب تاع الدجاج تاعكم. انا نخليها يعني ما نقلبهاش ديما ديما، نلفد نطل اذا لقيت وخذت هذاك اللون نقلبها، واذا لقيتها مازالت ما خذتش هذاك اللون نخليها تاخذ براحتها. يعني هذه العمليه لازم تخدموها وانتوما بالعقل، يعني عند لازم لا باسيونس معها شويه. المهم نطيبها من كل الجوانب. وعندنا خلطه اخرى اللي تعطي لنا البنه لهذا الدجاجة، وهي متكونه من بصل وطماطم وجزر وورق الرن والبوكي تاع الزعتر اللي عنده، اللي ما عندوش يدير شويه زعتر فقط كما درت انايا شويه زعتر، وهذا يفي بالغرض. وندخلوها ونزيدو لهم كاس تاع ماء، هذا الخليط نزيدو له كاس من تاع ماء، لانكم تشوفوا من التحت درت لها الكوردون هذاك الكبير اللي نتاع الشواء، المطرق تاع الشواء، باش ما يخرجليش هذاك الخليط، لاني انا نحيت لها هذاك لاكو تاعها نحيتها لها، وكان اللي يخليو لها هذاك لاكو من بعد ما تطيب ينحيوها، لا انا نحيتها يعني قبل، ما نحبش نخليها. المهم هاكم تشوفوا فيها كيف راني نطيب فيها، كيف راني نقلب فيها. كي طابت يعني تقلبت طابت، هاي لا كولور اللي نحوس عليها ماهيش طابت من الداخل، هذه من برا فقط عطات لنا هذا اللون. دركا نجيبوا الاشياء اللي راح نلوحهم في هذاك البلاطو اللي يدخل للفور. قلنا عندنا بصله، وعندنا طماطم، وعندنا حبه تاع زروديه، وعندنا ورقه طارن، وعندنا زوج سنينات تاع ثوم، وكاس تاع ماء نضيفه لهذا الخليط، ونحطو الدجاجة نتاعنا ولوحوها في الفور اللي كان يشعل على أعلى درجة، ونهبطو الشبايك تاعنا لتحت ما نخليوهش في نص الفور، نهبطوه لتحت واللي الفور تاعو ما يشعلش لتحت والفوق. كي طيب لتحت مليح خلاص نعاودو نشعلو لها نشعلوها الفوق الدجاجة نتاعنا، نشعلو لها الفوق تزيد تتحمر مليح. هاي بعد ما طابت الدجاجة نتاعنا، وكل ربع ساعة قلنا نسقيوها بهذاك الخليط اللي راه هي كي طيب فيه، كل ربع ساعة نفرغو ذاك الخليط على الصدر وعلى الجوانب باش طيب من كل مكان. راكم تشوفوا فيها كيفاه طابت، يعني تشهي وشهيناكم ان شاء الله في الجنة. راكم تشوفوا فيها كيفاه طابت، يعني كل مطاعم سوا سوا. المهم انا درتها مع الفريت، اللي بغى يديرها مع الرز، اللي بغى يديرها مع لابيري، اللي العدد يعني كيكونوا شخصان برك زوج يقدروا يديروا الدجاجه وحدها. نحيلها نحيلها دوك لي مينوت اللي درناهم لها، ودركا نقسموها نحطوها في طبق التقديم اولا. راكم تشوفوا غير انا جبتها برك جات وحدها، راكم تشوفوا كيف راهي طايبه، غير برك حكمت لها فخ تاعها خلاص مشى. من بعد نحطها في طبق التقديم ونقصو ونحطو كل واحد ولا بار تاعو. نخليكم مع هذا
يعني اللقطات النهائية، ونقولكم اللي عجبات ولاشين تاعي يتابعون عندي ويخلي لي جيم ويخلي لي تعليق على محتوى يعني الفيديو، واللي عنده استفسار او عنده طلب او يعني نتقبل اي شيء بصدر رحب، المهم يكون كل شيء يعني في حدود. والسلام وختام.